أهلا بكم. اللجنة الوطنية الأولمبية تجتمع في الرباط برياضيين المغاربة المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ياسمين المرابط لاعبة المنتخب المغربي سيدات توقع في كشوفات فالنسيا الإسباني بعد نهاية عقدها مع ليفانتي. الفيفا يمنع مولودية وجدة من التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الجاري بسبب عدم تسوية ملف المدرب السابق عبد السلام ودو. المنتخب الإنجليزي يتأهل إلى نهائي يورو ألمانيا 2024 بعد انتصاره على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد. منتخب كولومبيا يطيح بالأوروغواي بهدف نظيف ويبلغ نهائي كوبا أمريكا. الصربي نوفاك جوكوفيتش يتأهل تلقائيا إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس عقب انسحاب الأسترالي أليكس ديمينور بسبب الإصابة. الدنماركي يوناس فينيغارد يحرز المركز الأول في المرحلة 11 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية.